بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أتراك بعد الإيمان بك تعذبني أم بعد حبي إياك تبعدني؟ أما رجائي لرحمتك وصفحك تحرمني، أما استجارتي بعفوك تسلمني؟ حاشا لوجهك الكريم أن تخيبني، ليت شعري الشقاء ولدت لأمي، أم للعناء ربتني، فليتها لم تلدني ولم تربني، وليتني علمت أمن أهل السعادة جعلتني، وبقربك وجوارك خصصتني، فتقر بذلك عني، فتقر بذلك عيني، وتطمئن له نفسي. إلهي هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمت صورتی که برا حسین ابن علی گریه میکنه آتیش میزنی، او تخریس و السینت نطقت بالثلای على مجدك و جلالت. دیگه چی؟ او تطبی على قلوب انطوت على محبتك، او تصم اسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك، أو تغل أكفانا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك، أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك، أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك. إلهي لا
تغلق على موحديك أبواب رحمتك، ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك. إلهي نفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهالة هجرانك؟ وضمير انعقد على مودتك، كيف تحرقه بحرارة نيرانك؟ إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار، نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالة الأحوال وهالة الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إلهي العاف، إلهي